النهارده في محافظه البحيره في حفل تكريم لاثنين من طلابي الاعزاء، حصلوا على المركز الاول والمركز الثاني في مسابقه يو سي ماس العالميه اللي اقيمت في ماليزيا لسنه 2017، وده يعتبر تفوق وانجاز قوي جدا، ان كان مشترك حوالي 57 دوله، وده شرف كبير جدا لمحافظه المقليه ولمحافظه البحيره. ويا رب دايما، واتمنى لكل ابناء محافظه البحيره يشتركوا في البرنامج، علشان ده بينمي القدرات الذهنيه للاطفال وبيساعدهم في المذاكره وفي الحياه العامه، يعني مفيد ليهم الحقيقه. ودي شهاده تقدير من السيده المحافظ ناديه عبده.